برضه هحكي لكم النهارده عن موضوع التنس قلب او الالتهاب اللي بيجي في الكوع من هنا ومن بره. تيجي تمسك حاجه او تيجي تمسك حاجه تقفش عليها او حاجه تحس بالم في الحته دي، او تيجي مثلا تفرد كوعك مش قادر تفرده عشان في شكه هنا، او الناس اللي بتجيلها شكه هنا. بس خلينا نتكلم عن الناس اللي بتجيلها شكه بره هنا، ده بيسموها التنس قلب، ماشي؟ ان ده بيجي اكتر في لعيبه التنس. بس لازم اكون بلعب تنس عشان يجي لي؟ لا مش لازم. طب اختباره ازاي؟ الصباع ده بتروح سحبه لتحت وعامله كده يروح شكك هنا، او تيجي تعمل ترفع دي لفوق كده ماشي مع مقاومه تحصل لك شكه هنا، او اما تيجي تقفش على حاجه تيجي تفتح الحنفيه تقفل الحنفيه تحس بشكه في الحته دي، يبقى ده اسمه التنس قلبه. طيب بنفكر فيه ازاي احنا كدكاتره اوستيوباثي؟ بص، انت لفيت وعملت حقن وعملت علاج طبيعي وعملت شوك ويف وعملت مليون حاجه عليه وموجات صوتيه، وبرضو انت لسه ما تحسنتش. هقول لك الحل. زي ما حكينا قبل كده ان في اغشيه عضلات متصله ببعض، ماشي، خطوط، وهحكي لكم عليها في حلقات جايه كتير. بس دلوقتي انا بتكلم عن الالتهاب اللي هنا ده، ان الغشاء اللي مغطي من اول الصدر الكتف من قدام وبجنب الدراع وبعدين بيجي هنا، كل ده غشاء واحد ماشي بيشتغل في خط وظيفي واحد. طيب دلوقتي انا دلوقتي برضو زي ما عملنا قبل كده، ان انت تاخد صوره من جنبك اليمين وبعدين تاخد صوره من جنبك الشمال، برضو لو لقيت كتفك اللي في الحته اللي فيها التنس قلبه او التهاب او طارق كوع كتفك ده داخل لقدام، برضو يبقى عندك نفس المشكله، ان برضو عندي نفس الخط ده مقفول. فانا عملت مليون علاج طبيعي، مليون جلسات وخدت ادويه ولسه مقفول. زي ما قلت لك قبل كده ان احنا محتاجين نفك الخط ده من اساسه من الحته دي. فازاي هنبدا نعمل التمارين دي؟ هقول لكم عليها. هبدا التمارين بتاعتي من اول الصدر. انا ده كوعي اللي ملتهب مثلا، زي ما قلت لك تعمل كده اهو هنا وتفتح الحته دي، تفتح الحته دي، وده شكلها من الظهر اهو كده اهو كده ماشي، وتحاول تثبت 10 ثواني تعملها 4 مرات. بعدين تروح عامل الحركة دي كده اهو، بتحاول تسترتش الحركة دي، والأحسن انك تعملها بالطريقة دي كمان هنا كده كده، بلف دراعي كده وافرد لتحت بحيث ان انا استرتش الحتة دي ماشي. دي 10 مرات في 4، يعني 10 دوسات في 4 مجموعات. واظب على التمرين ده لمدة 3 أسابيع وشوف النتيجة ماشي. وطبعا ايه، ما تستخدمهاش قوي لحد ما الالتهاب ده يهدى، ما تستعفاش عليها. والسلام.